أصيلة. مشاركات دولية واسعة عرفتها أول مبادرة رياضية للكرة الحديدية ببلدية عين عبيد في قسنطينة. اهتمام رياضي كبير بالحدث وفرصة قوية لظهور طاقات شبانية على الصعيدين الوطني والدولي. ما كناش نصوروا هذا الإقبال الكبير لعدد المشاركين، يعني وين حتى كاين غزونا بالهاتف وطلبوا منا باش يسجلوا ويشاركوا 128 ثلاثي. هذا كتخيلي العدد زائد المشاركة النسوية كما راه تلاحظوا راكم تشوفوا في كاين نهائي تاع بين الفريق الوطني وفريق ولايه ورقلة. أول مبادرة وتظاهرة دولية على مستوى هذه البلدية الفتية المعروفة كذلك يعني رياضيا. فالاتحادية رحبت يعني بالمبادرة جرت في ظروف جد حسنة بشهادة الجميع وخاصة الهيئات الأجنبية المشاركة. الفضاء كان واسعا أمام مشاركات دولية استحسنت الحدث ونسوية جزائرية أحدثت فارقا في النتيجة. Pas la première fois que je viens en Algérie. Je suis venu déjà jouer beaucoup de fois, mais cette fois-ci c'était vraiment une superbe organisation. Il faut remercier les autorités et Mourad Alaoui, il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. احنا جينا من تونس للمشاركة في الدورة الدولية للكرة الحديدية بمدينة قسطنطينة. رغم الخسارة استفدنا بالاحتكاك مع الرياضيين الجزائريين والغير الجزائريين. جميل نلعبوا مع بعضنا الجزائر وتونس وان شاء الله العام الجاي نجيو نلعبوا الدورة الثانية. وصعبة فاتت الحمد لله وكلاس التروازيام بلاس. سون فيغ داتخ نو لي برومي اون ابخي لا كوب. فوالا والحمد لله نشكر كل السلطات المحلية اللي قامت بالواجب تاعها. الطبعة الأولى للكرة الحديدية بنكهة دولية فرصة فتحت شهية الكثيرين في انتظار طبعة ثانية تعزز